مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم لغة الـ PHP. في هذا الفيديو سنرى إن شاء الله الـ for each loop. رأينا في الدرس السابق في الدروس السابقة الـ for والـ while والـ do while وإلى ما ذلك والـ condition إلى ما ذلك. اليوم سنرى الـ for each. الـ for each تستعمل كثيرا في الـ array، أي عدد الـ element التي توجد في الـ array، عدد الـ element الموجودة في الـ array تستعمل فيها الفوريتش حتى ينتهي ذلك الاري. على سبيل المثال نقوم باستعمال دولار كارز يساوي مثلا اري، نستعمل هكذا هكذا نقوم بتعريف الاري، سنقوم بشرحه في الدرس القادمة. لدينا اول كارز وهي اودي، لدينا كارز آخر تسمى داسيا، ولدينا كار أخرى تسمى تيسلا. والكار وسيارة أخرى تسمى آخر فيراري على ما أظن هكذا تكتب. المهم المعرفة سيف. سوف نريد أن نقوم بإظهار جميع هذه بجميع هذه الكارز. لدينا موقع قمنا بتسجيل جميع موقع لتجارة فيها مجموعة من السيارات في الداتابيز، وهذه السيارات هم الموجودة الآن حاليا. نريد إظهار جميع السيارات الموجودة في الأري. هنا نستعمل for each هكذا تكتب، ونقوم بدولار كار as سأشرحها دولار value open the bracket. أوكي. قلنا له هنا for each هذا البوكل، مهما يوجد في هذا البوكل كار، هذا الكار أعطيها، هذا الكار الموجود ده هنا هو array، أعطي لكل كار value. يعني الكار الأول هنا الأنديس الأول وهو أودي، أعطيها للفاليو وقم بالعملية. انتهينا. هل يوجد كار آخر؟ نعم، داسيا، أظهر داسيا. كار تساوي داسيا، داسيا أعطيها للفاليو، فاليو نعم. هل يظهر لنا هنا كود على الخاصة بداسيا؟ ينتهي، يصل هنا. هل يوجد ما زال هنالك كار آخر، أي سيارة أخرى؟ نعم، تسلا، دان كار فيها تسلا. يصل الأنديس هنا صفر واحد اثنان، لأنه يبدأ الأنديس بين صفر اثنان. في الانديس 2 تساوي تسلا، اعطي لي الفاليو الانديس 2 وهو تسلا. ينتهي ويصل الى هنا، ينتهي الكود اللي داخل في الفورتش هنا كود. وصل الانديس 2 و 0 1 2، يصل الانديس 3 هنا فيراري اعطي. هل يوجد عندما ينتهي من الكود هل يوجد كارون اخر؟ لا، وينهي البوكل. ذلك ما نقوم به الآن. echo دولار value concatenation مع br، أي الرجوع إلى السطر point virgil save. نذهب إلى البراوزر الخاص بنا لنرى الإجابة. reload for each أودي داسيا تسلا وفيراري. جيد للغاية. إذن الفور إتش تستعمل للأري عندما نأخذ من الداتابيز مجموعة من المعلومات
الخاصة بالأود بالكارز أو الكولورز أو إلى ما ذلك، فتكون في الأري سنظهرها بالفور إتش. مثلا لدينا في الأودي عدد السيارات المتبقية لدينا 10، في داسيا عدد السيارات الموجودة لدينا مثلا 5 6، وتسلا عدد السيارات الموجودة في الموقع من تسلا هي، هذه أسوسياتيف أري تسمى، 8، والفيراري عدد السيارات الموجودة في الموقع هنا هي 5. سيف. إذن كما نقوم هنا، نضع car as value ثم نقوم ب equals، نقوم بوضع value آخر دولار مثلا details دي، نقوم بd فقط دي. إذن نقوم ب the car، نقوم بكتابة the car مثلا the car is value number of car الذي يوجد لدينا في الموقع، نقوم بكتابة هنا concatenation أخرى دولار دي أي details، ثم concatenation أخرى، نقوم ب string آخر spaces car exist save. هكذا ننتقل إلى هنا line 7. I don't know. Save. Reload. You have problems. I don't know what is the problems. هنا نسينا الكونكاتينيشن، نسينا هنا الكونكاتينيشن. سيف. جيد، لنقوم بنسينا بير الرجوع الى السطر لكي يكون الكود يظهر بشكل جيد. The car نقوم بهنا ب نقوم بكتابة HT2 كي يظهر سيف هكذا. The car OD number of the car existed نزلت بدون H2. Save. Reload. The car OD number of the car car 10 existed. المهم سنقوم هنا، ليست لدينا space، سنقوم بspace. Save. Not save. يظهر على الكود. جميل. The car OD number of the car 10 existed. هكذا. The car Dacia number of the car 6 existed. The car Tesla with existed. Ferrari. هذه الخاصة بالassociative array كما ترى هنا. هذه الخاصة بالassociative array. دولار دي ما هنا لا يزال car يأخذ هذه، ولنديس مع هذه
ويعطيها للفور اتش. هذا هو الفور اتش. شكرا على حسن المتابعة. أتمنى أنكم قد فهمتم الدرس جيدا. إن لم تفهموا فيمكنكم إعطاء لنا الأسئلة في الإنستغرام الخاص بحسن أزاز، أو يمكنكم أسئلة على الصفحة البرمجة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. وفي إطار الأسئلة التي قمتم بالسؤال عنها الخاصة بجيسون، سنقوم بذلك الدرس إن شاء الله في الإنستغرام، ومن بعد ذلك سنقوم بالدرس في اليوتيوب. شكرا وإلى اللقاء.